مشاهدينا الأحبة، اليوم هو اليوم العالمي للأمراض النادرة. بكل تأكيد هو ليس يوما احتفائيا بقدر ما هو يوم العالم يرسل من خلال رسالة إنسانية في معناها بأنه هذه الفئة تحتاج إلى الدعم، تحتاج إلى الرعاية، تحتاج إلى تفهم أكبر، تحتاج إلى تبادل خبرة وتوجيه جهود مختلفة تجاه الأمراض النادرة. تفاصيل مختلفة حول السلطنة أيضا واهتمامها بالأمراض النادرة برفقة ضيوفي، أولهما من خلال استوديو برنامج من عمان، أرحب باسمكم مشاهدينا ببلقيس بنت عبد الله البلوشية، عضو في مجموعة الدعم الأسري. مساء الخير بلقيس. مساء النور. وأيضا مشاهدينا تنضم معنا عبر هذا الاتصال المرئي الدكتورة عايشة بنت إبراهيم البلوشية، استشاري أمراض كيميائية وراثية من قسم طب الأطفال بالمستشفى السلطاني. مساء الخير دكتورة عايشة. على جميع المشاهدين والمتابعين، يا هلا فيكم. نحن قبل ما ندخل في تفاصيل هذا اليوم العالمي، مشان نشاهد هذا التقرير أو هذا الفاصل القصير عن ذات الموضوع، بعدها عودة، ابقوا معنا. يا بلاد يا روح وذات، يا حضن في حضنك حياة. عودة لكم مشاهدينا، عودة إلى ذات المتابعة والحديث عن اليوم العالمي للأمراض النادرة. وأوجه سؤالي بداية للدكتورة عايشة عبر هذا الاتصال المرئي. نتحدث دكتورة عن أيضا مفهوم الأمراض النادرة، ماذا يقصد بهذه الأمراض؟ الأمراض النادرة هي مجموعة من الأمراض المزمنة التي تصيب فئة معينة من الناس في المجتمع، وتصيب نسبة بسيطة من الناس في المجتمع، فلذلك تسمى نادرة. الأمراض النادرة حوالي 95% من هذه الأمراض تكون نتيجة خلل وراثي أو جيني، وهناك ما يقارب أكثر من 7000 مرض نادر معروف إلى الآن، وهناك أكثر من 300 مليون شخص حول العالم مصاب بالأمراض النادرة. ومن هنا تأتي أهمية التوعية لهذه النوعية من الأمراض. نعم، السلطنة أيضا يعني تلعب دور كبير في التوعية من خلال مجموعات مختلفة، من بينها مجموعة الدعم الأسري. معنا بلقيس تمثل اليوم هذه المجموعة. أنا قبل ما أبدأ في المجموعة وتعريف للمشاهد، أسألك سؤال، ما الذي دفعك بلقيس لتكوني حاضرة ضمن مجموعة الدعم الأسري؟ السبب الرئيسي كان لأن أنا عندي طفلة من أمراض النادرة، لأن هي لأن الحين عمرها 6 سنوات غير مشخصة، فيعتبر أن هي من الأمراض النادرة لأن التشخيص تأخر، فمن ضمنه يعني يكون. فهو هذا الاهتمام أنه خلاني أن أبحث عن مجموعة تكون فيها اهتماماتي، يعني من خلال أنه
المراكز، من خلال أني أنا أبحث عن تشخيص مع الأمهات، مع الأطباء، ما يقصروا معانا يعني في المجموعة. جميل، جميل. نقرب المشاهد بلقيس من المجموعة، من أهداف هذه المجموعة المختلفة. المجموعة بدأت من فكرة أم هارون وأحمد. حظت الفكرة يعني اهتمام واسع. في 2019 أسسنا المجموعة، وهي كانت تحظل مجموعة يعني جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم نعم، يعني ذكرتي بأنه عدم التشخيص يعتبر أيضا صورة من صور الأمراض النادرة. أيوة. دكتورة، نتحدث هنا أيضا عن جانب جدا مهم، عن خيارات العلاج المتاحة للأمراض النادرة والمتلازمات بشكل عام، وليش دائما أيضا يكون هناك تباين، يكون هناك اختلاف في القدرة على علاج هذه الأمراض الوراثية؟ بشكل عام عندما نتحدث عن الأمراض النادرة، فنسبة أو محدودية العلاجات المتوفرة لهذه النوعية من الأمراض محدودة جدا. حوالي 5% من هذه الأمراض متوفر لها العلاج، وهناك 95% بدون علاج للأسف إلى الآن. بما أن احنا نتحدث عن مرض نادر، فكمية الأشخاص المصابين أو عدد الأشخاص المصابين بهذه النوعية من الأمراض ضئيل، ولذلك البحوث والدراسات التي تجرى في هذه النوعية من الأمراض تأخذ فترات أو سنوات طويلة من حيث الدراسات، التأكد من نتائج هذه النوعية من الأدوية. بالإضافة إلى أن هذه النوعية من الأدوية بما أنها راح تغطي نسبة عديدة من الناس، فإنها تكون في العادة باهظة الثمن، والتجارب تكون باهظة، فلذلك يؤدي إلى محدودية هذه الأمراض. أما بالنسبة للعلاجات المتوفرة، فسلطنة عمان توفر العلاجات المتوفرة عالميا، وتتبع البروتوكول العالمي المتبع في جميع دول العالم، من خلال إما عن طريق توفير الإنزيمات المتوفرة لتعويض الإنزيمات التي يحتاجها الجسم، أو إما عن طريق اتباع حمية غذائية أو اتباع أدوية معينة، وهذا يعتمد على نوعية المرض. بس في النهاية لما نتكلم عن مرض نادر، معناته هناك نحتاج الكثير من التجارب، الكثير من الأبحاث للتوصل إلى العلاج. مع تقدم التكنولوجيا اللي نلاحظها في السنوات الأخيرة، هذا ساعد الكثير، وظهور تجارب كثيرة من خلال العلاج بالجينات والتكنولوجيا الحديثة. فنتوقع إن شاء الله في السنوات القادمة تكون في تزداد هذه 5%، ونحصل ويتوفر العلاج لأمراض كثيرة وعديدة. نعم. يعني دكتورة ذكرتي أن هناك غياب لعلاج ناجع لكثير من هذه الأمراض النادرة، هنا تكمن أهمية أيضا المحاولة في عدم حدوث هذا المرض من خلال التشخيص أو حتى من خلال التدخل المبكر. بالفعل دائما نحن دائما نقول، وشعارنا الوقاية خير من العلاج، دائما في عياداتنا، دائما من خلال التوعية التي نقوم بها، أن نحن نحاول نمنع تكرار هذه النوعية من الأمراض. عندما نتحدث عن المرض نادر، فهناك عواقب ومثل ما نقول يواجهها سواء كان المريض أو كان الطبيب في المحاولة لتشخيص المرض، في محاولة توفير العلاج أيضا. فدائما نقول الوقاية خير من العلاج. هناك طرق للوقاية ممكن الواحد يتبعها، سواء كانت في الأسر التي يوجد لديها تاريخ مرضي معين، من خلال الفحص المبكر ما قبل الزواج. وهذا الفحص، أنا أريد بس الإشارة أن الفحص ما قبل الزواج المتوفر حاليا يشمل الأمراض الوراثية المتعلقة، الأمراض الوراثية الدم فقط، وليست جميع الأمراض الوراثية. ولذلك هنا تأتي مسؤولية الشخص إذا كان عنده مرض وراثي في العائلة، أن يسرد هذا التاريخ للطبيب، بحيث أن الحكومة وزارة الصحة تقوم بتوفير هذه النوعية من الأمراض للعوائل المعروف لديهم هذا المرض الوراثي. أما بالنسبة على مستوى الأفراد العائلة التي أو الأشخاص الذين لديهم أطفال مصابين بهذا المرض، فإن الحكومة توفر أيضا
تقنية الفحص المبكر في المراحل يعني المتقدمة من كبيرة الولادة وبالتالي السلطنة اتخاذ من خلال الإجراءات الملائمة علاجات مختلفة لهؤلاء المرضى بالأمراض النادرة. أنا أشكرك على هذا الانضمام دكتورة عائشة بنت إبراهيم البلوشية استشاري أمراض كيميائية وراثية من قسم طب الأطفال بالمستشفى السلطاني. وأيضا يعني بلقيس هناك دور توعوي تقومون في المجموعة من أجل تعزيز التوعية المجتمع في هذا الجانب. نتحدث عن مهامكم، نتحدث عن مشاركاتكم أيضا في مثل هذه الأيام العالمية. أهداف المجموعة هي رفع الوعي للمجتمع بالأمراض النادرة، دعم الأسر اللي لديها أطفال مصابين بالأمراض النادرة من خلال التعليمية الصحية الاجتماعية. المهام المجموعة هي يعني تقدم الدعم لهم. جميل، وتعملون مشاركات وفعاليات. أيوة مثل هذه هو في الأيام. هو في السنة يوم اليوم العالمي للأمراض النادرة 28 قمنا فيها أمس وكان أونلاين لأن بالجائحة صحيح. فصعب التجمع. السنة الماضية سويناها، كان إقبال كبير من المجتمع من الأمهات للأطفال المصابين بالأمراض، كان حضور يعني وايد كبير، وحتى الحضور الأطباء كان يعني حتى قدموا الوعي للمجتمع. جميل يعني. ربي عافينا جميعا من كل مشروع من كل مكروه والشكر. شاكرين لك وجودك في برنامج من عمان الليلة بلقيس بنت عبد الله البلوشية أم ضي. أيوة. بالتحديد عضو في مجموعة دعم الأسرة. شكرا. شكرا لكم. وأنا تواصل معكم مشاهدينا إلى آخر متابعة في أمسية الليلة بعد قليل، ابقوا معنا.